قيود المقطع يا حبايب، اتمنى تسمعوني زين. فانا طارق الباشا يا حبايب، فتحنا موقع جديد. بهذا الموقع يا حبايب راح نبيع بيه اشياء كلش مهمه. اللي حاب انه يشتري هذه المنتجات يا حبايب، بريا مثل انه تشتري متابعين للانستغرام، لايكات، متابعين ومشاهدات، ونفس الشيء للتيك توك. مجرد تضغط الموقع يا حبايب راح احطكم اياه بالوصف. تدخلوا على الشيء اللي انتم تريدوه، راح تشوفون اكو عروض هوايه، اشياء هوايه بكميات كلش عاليه، وبنفس الوقت سعر كلش مناسب. وبنفس الوقت اشخاص اللي حابين يسوون اعلانات على قناتي، قناه مملكه القصص او قناه مملكه المشاهير، انشر قنواتهم بهذا الشكل. فمثل ما شايفين يا حبايب، تدخلوا على الموقع ومنك تشترون كل شيء. وطبعا يا حبايب اللي حاب يعرف انه هو شلون يقدر يشتري هذه الاشياء وشلون طريقه الدفع، فطارق الباشا يا حبايب نزل مقطع على قناته باليوتيوب. هذا المقطع يا حبايب شرح بين مقطع شرح بالكامل على الموقع، فرحت لكم رابط المقطع بالوصف يا حبايب، مقطع مع طارق الباشا ورابط الموقع يا حبايب. وبالاضافه يا حبايب اكو كود خصم، هذا الكود الخصم خاص بينا يا حبايب اللي حاب يستخدمه لفتره محدوده، اللي هو هذا الكود اللي طالع قدامكم يا حبايب، يخصم 20% من السعر اللي راح تشتروه من المنتج اللي تشتريه. الخبر الاول اللي عدنا عن الاشاعه اللي طلعت عن التقاء نور مار وقمر مار، وهذه الاشاعه يا حبايب طلعت بعد انتشار هذه الصوره اللي احط لكم اياها، واللي جات هذه الصوره نور مار ويا قمر مار كانهم ويا بعض. الصراحه الصوره كلش واضحه انهم فعليا ويا بعض، لكن صراحه بالحقيقه انه هذه الصوره مو حقيقيه، وانما هذه الصوره يا حبايب عباره عن فوتوشوب مو اكثر. خاصة انه قمر مار يا حبايبي حاليا بالعراق، ونور مار هو حاليا بدبي، فشلون التقوا ويا بعض وهم شعرهم الاشقر والوردي صاغبين من فتره قصيره، فشلون التقوا ويا بعض؟ عليكم اكتبوا لي احباب بالكومنتات شو رايكم بالاشاعه اللي طلعت من فانزات نور مار وقمر مار. وننتقل حاليا لمحمد كريم، وتنزل له شويه ستوريات كان قاعد يقول بيها ويطلب بيها من المتابعين انه ما يدخلون باشياء خصوصيه، لان هذا الشيء كلش قاعد يضوج. الصراحه الكلام مالته مو كلش تقدر تفهمه، رحتكم الستوريات مالته تشوفوها وحللوا معتكم واشرحوا شنو اللي قاعد يحكي محمد كريم. قبل بانا يعني اعرف وانت تعرفون ان انت هواي ساعدتوني، تمام، بهواي سوالف، هواي سوالف انا كنت ما اقبل عليها انتم ما تقبلون عليها، اعرف، تمام، بس احيانا تتدخلون بشغلات البعض مو الكل، ممكن تكون نيتكم انتم تساعدون يعني، او دت يعني تسوون شيء زين، تكون هاي نيتكم، بس بالحقيقه انتم قاعد تسوون سوالف مو حلوه، يعني قاعد تتدخلون بشغلات وتحكون حكي ممكن تنرفز الواحد، تمام، بس ممكن تكون نيتكم طيبة يعني من جوا. فالشغلات المو حلوة اللي تخصني أنا أعرف شلون أوخرها، فياريت إنه البعض مو الكل عرفتوا نيتكم من جوا الوزاوية بس بدون تدخلات شخصية، تمام. ننتقل حاليا لقمر مار وسامر جيرماني والتقاهم ويا بعض، فنزلوا شويه ستوريات ويا بعض. طبعا بالنسبه للاشخاص اللي ما يعرفوا من هو سامر جيرماني، فهو يوتيوبر عراقي عنده قناه باليوتيوب بها 1,900,000 مشترك، فنزلوا شويه ستوريات ويا بعض. صراحه ستوريات كلش تضحك، اللي حابب يشوفها كاميرا احط لكم اياها. يا جماعه اكتشفت انه سامر يغني، قال لي انا عندي موهبه غناء، ما تعرفين؟ قلت له ما اعرف، يعني ما تابع تعرفون، هسه حيغني لي مقطع فغني لي سامر. انا قلت لها شباب اي واحد مجروح مخيون مخيون متعرض يعني. اي تمام. حبيت اكتشف اوثق اللحظه وياكم. اوكي. انا البندوره الحمراء مزروعه. صار زعيم يقول لي عندي حفلات، والله بصدق انا ما تابع. قلت له والله، قال لي انا اغني ما سامع صوتي. بندوره حمراء. ايش بيصير هسه؟ بندوره حمراء. لا يجنن يعني فشي. بين الخضرة انا البندورة الحمراء. هاي لونية باقي، هاي يعني هاي التقليد، انت الاصلية اللي غنيتها قبل شوية. انا غنيتها وحافظ باقيها عندك. راح الارنب لامو، انا اسوي مشاكل عالية. باقي باقي الاغاني من عنده، والله يصير شيء. يصير الجنة، انا راح ارفع عليهم دعوة. ارفع ارفع. روح حاليا تهجم المتابعين على نور ستارز، اسوي تنزيه على حسبه بالانستغرام هذا البوست اللي كان به هذه الصورة. ولنوعا ما كان ملابسها شويه مو كلش مستره، فنوعا ما كانت شويه قصيره من فوق يعني. فدخل هو من الكومنتات اللي يتهجمون عليها ويتهجمون على لبسها، وش اللي يقولوا لها انه انت متغيره مو مثل قبل. فمثل ما شفتوا الصوره يا حبايب، اكتبوا لنا بالكومنتات هل تستحق التهجم اللي تعرضت له او لا. وننتقل حاليا لفضيحه اليوتيوبر اللي قاعدين يدخنون، فاول يوتيوبر يا حبايب اللي هو انور مار، اللي محمد مار نزل هذا الستوري اللي كان بيه انور مار حاط 3 جيجا هاير بحلقه، واللي كان كاتب عليها لي جوا وقت تشوف باكيت صديقك مليان. اما بالنسبه لليوتيوبر الثاني فهو اخو عصومي اللي هو وليد. انتشرت هذه اللقطه اللي اتوقع هي من عرسه اللي كان بها وليد قاعد يدخن مثل ما شايفين يا حبايب، ظهرت لقطه سريعه يعني واختفت. طبعا بالنهايه يا حبايب هذا الشيء يعتبر تدخين حريه شخصيه، احنا ما لنا اي علاقه به، ولكن بس مجرد عم تكون بالصوره. فاكتبوا يا حبايب بالكومنتات هل تعرفون هذا الشيء او لا. وصل حوايج يوم اختم المقطع لا تنسون الموقع اللي حابين يشتري اعلانات على قناتي، وبنفس الوقت متابعين الانستغرام مجرد تدخلون هناك تشوفون اسعار الاعلانات، اسعار كل شيء، وبنفس الوقت طارق الباشا شرح كامل على الموقع فشوفوها من هناك. وبصل حبايب نتشرفكم فايت زي ما قلت.
بقيه القصص. مع السلامه.